تنضم الينا الان عن هذا الموضوع المرشحه المستقله الدكتوره نداء الكعبي. اهلا بك دكتوره. اذا 1360 طعن رفض او رد من قبل المفوضيه اليوم، هل انتم ممن قدم الطعون للمفوضيه وما هي طبيعه هذه الطعون؟ واذا انتم ممن قدم الطعون وردت، ما هي خطوتكم القادمه؟ نعم، في البدء تحية لحضرتك ولمشاهدي قناتكم الكرام جميعا. أهلا. حقيقة أنا واحدة من المرشحين المستقلين اللي قدموا طعون يعني المفوضية، وما أعرف أنه الطعن تم الرد عليه لحد الآن، لكن أيا كانت أنا دا أتابع بوسائل الإعلام وأتابع يعني ردود المفوضية أنه جاءت نتائج العدوى الفرز اليدوي هي مطابقة للنتائج الإلكترونية، بالتالي لم أتابع نتيجة الطعون. وحقيقة إحنا حتى من رحنا قدمنا الطعون شبه فاقدين بالأمل، لأن تبدو الانتخابات حسمت وكان السيناريو مرسوم لنتيجة الانتخابات، بالتالي اليوم الذي شارك في الانتخابات هو جمهور الأحزاب، والذي فاز في الانتخابات هي ذات الكتل السياسية التي كانت تشارك في العملية السياسية منذ 2003 لحد الآن، وإن كانت بنسب متفاوتة، بعض الكتل السياسية قلت نسبة حظوظها والبعض الآخر زادت نسبة حظوظها، لكن أيا كانت هذه الحظوظ والأرقام وعدد المقاعد اللي حصلت عليها الكتل السياسية، بالتالي هي ذات الأحزاب موجودة، وبالتالي المستقلين ليس لهم حظوظ كبيرة في هذه الانتخابات أو المشاركة في العملية السياسية في العراق، لأن الأحزاب الكبيرة والمتنفذة تسيطر هي على العملية السياسية، وبالتالي اليوم حتى هي ذات الأحزاب هي بينها عمليات شذ وجذب ومشاكل كبيرة من أجل الحصول على استحقاقاتها، لأن البعض منها أصيب بصدمة كبيرة نتيجة يعني خسر استحقاقاته والمقاعد التي كانت له في الانتخابات السابقة 2018 أو ما سبقها. طيب دكتورة، يعني لم تذكري لي طبيعة الطعون التي قدمت منك إلى المفوضية. نعم، عفواً. وأيضا ما هي الخطوة التي من الممكن أن تأتي بعد رد هذا الطعن؟ نعم، عفوا عزيزتي، قضية الطعون أني يعني الطعون الخاصة بالنسبة لي ما تختلف عن باقي طعون يعني المرشحين المستقلين، أو حتى في بعض الأحيان مرشحين قد يكونون متحزبين، لكن أني قابلت في المفوضية لحظة ما قدمت الطعن العديد من المرشحين قد يكونون في نفس الدائرة، في دائرة تاسعة دائرتي أو في دوائر أخرى، كانت هي قضية الأشرطة والاختلافات. إحنا يعني كان نتيجة الأشرطة اللي استلمناها من مراقبي الكيانات من المراكز الانتخابية كانت الأعداد فيها مختلفة، مجموع الأعداد اللي عندنا في عدد من المحطات مختلفة عن الأشرطة اللي عن عدد الأصوات اللي أصدرتها إن المفوضية. مثلا على سبيل المثال أنا استلمت في شاشة التلفاز عندما أعلنت المفوضية نتيجة التصويت، كانت في الدائرة عموما في 730 مركز انتخابي، كان عدد أصواتي فيها 739 صوت، في حين أنا عندي 185 شريط ل 185 محطة، وحسبوا تقريبا باقي يعني 500 محطة وشي، أنا عدد أصواتي بال 185 يعني محطة هو 838 صوت. من المفوضية بأنه من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في الأشرطة على اعتبار بأنها لم تفرز جميع المحطات في جميع المراكز، وهي كانت نتائج أولية. نعم نعم عزيزتي وياك، نعم 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 اتفق وياك. انا اذا اذكر لحضرتك 185 محطه، عدد اصواتي 838 صوت، في حين هي اعطتني في كل الدائره 739 صوت، والان هي عندما صححت الاصوات انا اصواتي 878 صوت، يعني وين اصواتي في تقريبا 500 وفوق محطه؟ هذا مو بس انا ما اتحدث عن نفسي بشكل شخصي، نعم. انا قابلت عدد من المرشحين في ذات الدائره، في دائره 9 مرشحين في دوائر اخرى نفس الاشكال، بالاضافه الى ذلك عزيزتي بعض المراكز الانتخابيه هي اصبحت شبه ساقطه في يد جهات سياسيه متنفذه، وكان هؤلاء الفصائل المسلحه لبعض الجهات السياسيه يدخلون وهم يحملون الاسلحه الى تلك الجهات، والحقيقه يعني موجودين رجال الامن والجيش والشرطه في باب المراكز، لكن لا يستطيع ان يتكلم مع مسلحي تلك الكيانات. كذلك كانت بعض الجهات السياسيه يدخل وياتي ببطاقه الناخب مع الناخب ويقول له انتخب هذا الشخص، يعني هم ياتون بناسهم الى ذات المراكز،
أين خيارات الناخب العراقي. بالتالي هم إحنا يعني جمهور الأحزاب نفسه شارك بالانتخابات. نعم. فالنتيجة كانت متوقعة، سواء كان بها تزوير تدخل جهات سياسية في الانتخابات فهي ذات النتيجة لم تختلف، حتى وإن كانت الجهات السياسية فاز بعضها وبعضها خسر بعض من حظوظه، لكن نعم. هي ذاتها الكتل السياسية التي شاركت منذ 2003 لحد الآن. طيب. فما الاختلاف الجديد في الحكومة؟ إنما أيضا نتوقع أن تكون حكومة توافقية، بالتالي اليوم المستقل أو الوجوه الجديدة ليس لهم حظوظ في المشاركة في العملية السياسية، لأن هي الأحزاب من يسيطر على العملية السياسية في العراق. نعم دكتورة، اليوم الإطار التنسيقي هو أحد الرافضين لنتائج هذه الانتخابات. نعم. من طرف، ومن طرف آخر يجتمع وربما يتفاوض من أجل تشكيل الكتلة الأكبر. هل أنت مع من يرى بأن الكتل المعترضة أو حتى الشخصيات المعترضة على نتائج الانتخابات بالتالي ستقبل أو بالنهاية ستقبل بهذه النتائج، أم ربما نحن ذاهبون إلى مشهد أكثر تعقيد، خصوصا وأن الشارع الآن يعني هناك تصعيد واضح في الشارع؟ نعم، يعني هو التصعيد في الشارع هو انقسام حول نتيجة الانتخابات وخاصة في البيت السياسي الشيعي، بالتالي نحتاج أن تتحلى الكتل السياسية وخاصة الكتل الشيعية بالحكمة من أجل خروج البلاد من هذا المعترك الخطير، لأن حقيقة هاي المشكلة حول قضية الانتخابات والكتلة الفائزة هذه قضية فيها لغط كبير ومشاكل كبيرة، بالتالي نحتاج إلى أن تتنازل هذه الكتل أحدهما للأخرى، وأن تكون هنالك على الأقل وإن كنا لا نتمنى أن تكون هنالك حكومة توافقية، إنما أن تكون هنالك حكومة منتخبة من قبل الشعب، وأن تحقق هذه الانتخابات يعني قدر كبير من الديمقراطية ومعالم الديمقراطية اللي كنا نسعى لها. لكن اليوم احنا امام امر واقع ونتائج انتخابات تشوبها الكثير من الضبابية والمشاكل والخروقات الكبيرة يعني في من قبل المفوضية لنتيجة الانتخابات، بالتالي ايا كان هذا الامر لكن يجب ان يكون هنالك توافق بين الكتل السياسية وخاصة الكتل الشيعية من أجل أن الخروج بالبلد من هذا المعترك، وأن تكون هنالك إرادة سياسية حقيقية لدى جميع الكتل السياسية من أجل المضي بالبلد نحو الإصلاح وتشكيل حكومة حقيقية تمضي. نعم. بالبلد وتحل المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن. نعم دكتورة، أيضا هناك مطالبات مستمرة بأن يعاد العد والفرز اليدوي في جميع المحطات، هل أنتم ربما ستمضون بهذا الخيار؟ من الممكن أن تتوجهون إلى المحكمة. نعم. الاتحادية؟ نعم، احنا كنا نطالب واني طالبت بالطعن والعديد من المرشحين طالبوا ان يكون هنالك عدو فرز يدوي. نعم. لكن لحد الان ما نعلم انه المفوضيه مدى استجابتها لهذا الامر، لكن احنا بكل الاحوال ما راح نسكت، نبقى نطالب ونلجا قد يكون للمحكمه الاتحاديه من اجل التحقيق من قضيه الاصوات، اين ذهبت اصواتنا؟ بالتالي هي مو قضيه اليوم اصوات مرشحين مستقلين او مرشحين احزاب او اصوات شخص معين، انما هي اصوات ناخبين. بالتالي عزيزتي اليوم احنا يعني نحتاج ان يبقى المواطن لديه ثقه في العمليه السياسيه، في معالم الديمقراطيه، في مفوضيه الانتخابات بهذه الطريقه، وكل انتخابات يحصل فيها تزوير كبير وخروقات كبيره، لذلك هذا يكون لا يكون عامل دفع للمواطن للمشاركه في الانتخابات، لان المواطنين وانا كنت اتجول في جولاتي في فترات البرامج. نعم. الانتخابيه، المواطن كان يقول انه الاحزاب اللي تريده راح تصعده واحنا ليش نشارك بالانتخابات، وبالتالي انا وحده من الناس كانوا يقولوا لي دكتوره المستقلين ما لهم حظوظ في الانتخابات لان كتل سياسيه هي من يسيطر على العمليه السياسيه، وكنا نطلب منهم انه يشاركون في الانتخابات، فبالتالي من اجل ان نستعيد ثقه المواطن بالعمليه السياسيه بالانتخابات يجب ان يكون هنالك دعم من المفوضيه، ان تكون هنالك دعم. نعم. من المفوضيه اكدت مرارا بان بابها مفتوح لتقديم الطعون، ولكن. نعم. كانت لديكم وثائق تؤكد وتثبت. نعم بابها مفتوح، لكن اين المتابعه؟ لا اشكك في نوايا المفوضيه وفي عملها، لكن. نعم. نحتاج الى لحد الان لدينا ثقه في المفوضيه ونزاهتها وشفافيتها، لكن نحتاج ان تتعامل المفوضيه بنزاهه وشفافيه وموضوعيه مع الطعون، لان حقيقه مثل ما ذكرت لحضرتك هي. نعم. مو مساله اصوات مرشحين، انما اصوات ناخبين وثقه مواطنين بالمفوضيه وبالديمقراطيه والعمليه السياسيه. نعم. جمله وتفصيلا. اذا المرشحه المستقله الدكتوره نزاء الكعبي كنت معي، شكرا جزيلا لك.